السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض أمر الري. خلينا نرسم أي حاجة، وليكن مثلا سيركل. وبعد كده عايز أكررها أكتر من مرة، فهعمل على سيلكت كده وأقول له الري. طيب بيقول لي عايز ريكتانجل ولا باص ولا بولر. طب ريكتانجل هتتعمل ازاي؟ هيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت، وتقدر تحرك ديت، يبقى مثلا 4 في 4، تقدر تسحبها الناحية دي وتكرر في الاتجاه دوت بالشكل دوت اهوت. تقدر تسحب المسافة زي ما انت شايف اهو، تعملهم زي ما انت عايز. ممكن تخليها مثلا بالشكل دوت وتخليها بالشكل دوت. طيب الأمر الآخر، خلينا مثلا نقول له سيركل. وهقول له array. تمام، هقول له انا عايز باص. طيب يبقى لازم يبقى عندي باص. ممكن نقول له مثلا من هوم انا عايز ارسم مثلا، ممكن ترسم بالارك، وممكن ترسم مثلا حاجه زي كده. تمام، عايز اقول له مثلا جول لاين مثلا اهو، وممكن اقول له ارك يتعمل بالشكل دوت اهو، انتر. وبعد كده هقول له array، واقول له العنصر دوت وعايز باص، وادي له الباص بتاعه، فيبدا يعملهولي لي بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايزه مثلا بالعدد دوت، عايزهم بالعدد دوت، فيبدا يظبطهم لك بالشكل اللي انت عايزه. طيب الامر الاخر، خلينا نرسم سيركل كمان اهوت. واقول له انا عايز اعمل array. طيب واقول له بولر. بولر بيقول لي ايه؟ حدد لي النقطه اللي عايز الشكل اللي انت عامله يلف حواليه. هقول له مثلا دي النقطه بتاعتي، فيبدا يعملهم لي بالشكل دوت. تقدر تقول له مثلا عايزهم عددهم قد ايه، تمام، والزاويه بتاعتهم قد ايه، فتقدر تتحكم في شكل البولر بتاعك. يعني ممكن تقول له مثلا انا عايزهم بس الثلاثه دول. طيب خليني برضو اعمل سيركل تانيه. تمام، واقول له برضو array، بس هزود بقى كلمه كلاسيك. يعني هنرجع للطريقة اللي كنا بنستخدمها زمان في الأوتوكاد. بيقول لي ريكتانجل أري هتبقى قد إيه، الأنجل أوف أري هتبقى قد إيه، تقدر تكتب اللي أنت عايزه. الرو أوف سيت هيبقى قد إيه، وده لو بولر. تمام، طب في الريكتانجل تقدر تحدد بقى إيه بالنسبة للمسافة في الأوف سيت قد إيه، ودي قد إيه. يعني ممكن مثلا تخليها 200 مثلا، ودي 200. تمام، ممكن تقول له أنا عايز أعمل بيك بوز اوفست. تمام، سيلكت اوبجكت، خلينا نختار العنصر بتاعنا اهوت. تمام، واختار المسافه. تمام، مثلا من هنا لهنا. تمام، تقول له اوكي، يبدا يعمل لك الاري بالشكل دوت. ادوس كنترول زد واقول له اري كلاسيك. اقول له انا عايزها بولر، فيبدا يقول لي حدد النقطه اللي انت هترسم من عليها. اقول له اول حاجه العنصر اهوت، الانجل قد هتبقى قد ايه، حدد السنتر بوينت اللي انت هتلف حواليه. تمام، عددهم قد ايه، مثلا 10 مثلا. تمام، اوكي، هيعملهم لي بالشكل دوت.